انا بعشقها، بنجيبها ونقعد نقزقزها نقزقزها لحد ما نخلصها. عايزه اقول لكم ان هو زمان كنا مش عارفين قيمته، بنجيبه كده، بنجيبه لمجرد ان هو بيتباع قدامنا رخيص قوي وسعره قليل جدا، بس احنا مش عارفين مدى الفيتامينات اللي فيه. الا وهو ايه بقى النهارده؟ هدخل ايه في السلطه بتاعتي دي النهارده او في الطبق بتاعي النهارده؟ الحرنكش. فاكرين الحرنكش؟ هو احنا ازاي نسينه؟ الحرنكش ده يا جماعه من الحاجات اللي طعمها حلو جدا، مززه، لذيذه، مليان فيتامينات ومعادن، ما حصلتش بجد. مش عايزه اقول لكم قد ايه مفيد، طعم حلو قوي. غير ان احنا بناكله كده، تعالوا بقى اقول لكم هنعمل بيه ايه. هعمل بيه شويه سلطه فاصوليا، بس الفاصوليا اللي عندي النهارده هستخدمها هي فاصوليا البيضاء. عندنا كلنا في كل بيت هتلاقوا فيه كيس كده فاصوليا موجود، او ربع كيلو هاتيلي منه كوبايه، هاتيلي منه كوبايه، اسلقي لي منه كوبايه. وبعدين طب مفروم، ملح وفلفل اسود، كمون، وشويه شطه، وحرنكش. الله الله، حلو قوي. دلوقتي يا جماعه الحقوا هاتوه وكلوه، حتى لو مش هتحطوه في اي حاجه. وشويه بقدونس مفرومين وفلفل حار بقى، احمر اخضر الاتنين عندك، مش هقول لا. يلا تاني، سلطه فاصوليا بالحرنكش عباره عن ايه؟ كوبايه فاصوليا بيضه مسلوقه، ثوم مفروم، ملح وفلفل اسود، حرنكش، كمون، شطه، وبقدونس مفروم، وفلفل حار احمر واخضر حلقات، واخر حاجه طبعا رشه زيت الزيتون. دي بقى هعملها زي ايه؟ هقول لكم زي ايه. كاني بعمل شويه ايه عندي هنا، شويه فول. ازاي يا فيفا؟ هقول لكم حالا ازاي. اهو كاني بعمل ايه، شويه فول. ازاي بقى؟ اهو بصوا بقى، انا ايه الفاصوليا دي لازم تجربوها النهارده، حقيقي هتعجبكم جدا. نطبخ الطبخه ونعمل جنبها الحاجات الحلوه دي. طيب هعمل ايه بقى هنا؟ احط شويه زيت الزيتون، وبعدين هنزل ايه عندي هنا، تومه، واقلب. يبقى ادي فاصوليا بيضه وادي فاصوليا خضراء، كل حاجه عندنا. وبعدين اروح حاطه عندي هنا الفاصوليا البيضه ومقلبها. ممكن احط كمان عندي هنا شويه الطماطم، واسيبهم كده على نار هاديه، وابدا احط ايه بقى، شويه الكمون وشويه الفلفل اللي عندي اهو، ورشه الشطه، واقلب. بصوا كاني بتعامل معاها كاني فول، عندي هنا علبه فول، طبق فول، وهحط عليه الحاجات اللي بحب احطها على ايه؟ على الفول. بس انا مستبدله الفول عندي هنا بايه؟ بالفاصوليا اهي. ممكن احط طماطم زي ما انتم شايفين اللي عندي حطيته. بص بس على الرز ده خلاص كده، وهدي عليه النار. بصوا طالع ملون ازاي الرز عندي، بصوا عامل ازاي. طبعا اشيل اول حاجه الحبه هنايا علشان ما تجيش اهو. بصوا بقى عندي، بصوا هتحسوا ان هي حبه وحبه، لونه بيبقى حلو قوي. طب يا فيفا لو هنجيبها كان خلاص هتشتغلي على طول، هتشتغلي على طول. وغطي تاني عندي هنا واقلب. بصوا بقى الطبق ده برضو حكاية، انا اي حاجة مشطشطة انا جاية معاكم فيها. نديها كمان ايه، نقطة خل،
وممكن طبعا نديها نقطة ليمون. اهو انا اي حاجة مشطشطة انا على طول احبها واعملها بنفس، يعني تحسوا كده ان انا ايه بعملها بنفس عالية قوي. طيب بعد خلاص اهي ما سخنت، ما بحطش الحرنكش على النار، حطه برا، بجد هتعجبكم جدا. وكمان ارش عليها رشة ايه الخضرة بتاعتي. وطبعا ممكن اقدمها جنب شوية مكرونة، ممكن اقدمها جنب شوية رز، ممكن اكلها كده بالعيش. ممكن اكلها بالعيش وهتبقى حلوة قوي. اوريكي بقى ايه اقدمها، يلا بينا نحط لها شوية فاصوليا وبعد كده ايه الحرنكش. يلا نجيب طبق بقى وهقدم الفاصوليا اهي بتاعتي. بصوا على طول جهزت معايا، طبعا احنا ممكن نكتر ايه الكمية. وانزل عليها بقى بايه، الله، بالحرنكش وايه اقلبها. بصي بقى وانتي بتاكلي تاكلي طعم الحرنكش كده مع الفاصوليا والثوم، ادعيلي. على فكره ممكن احطه برده لو هاكله كسلطه، ممكن احطه من غير ما اقطعه لو هي صغيره، تحفه. طبعا الحبه دول ليا انا، طبعا الحبه دول ليا انا. طيب تعالوا بقى كمان نشوف الرز بتاعنا كده لو ايه هقدمه يبقى خلاص كده، عشان ندخل على فقره بقى جمالك من مطبخك. انا ما جبت سيرة عنها في الاول، لكن انا عامله لكم النهارده شويه وصفات بقى لجمالك حلوه قوي قوي قوي، وبرده كلها من ايه من المطبخ. هقدم ده ونروح لفاصل بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه. استنونا.